معقد. انت بوران؟ زهرة شو يلي صار؟ احكيلي. عدي عدي قوليلي زهرة وينها؟ عدنان اجا واخدها معه. يا الله شو هالبني آدم هاد يا ربي، مو معقول. مو مشكلة، اهدي شوي وروقي. ماشي. ما قدرت ساعدها، ما قدرت ساعدها. خدي. هاي زهرة طلعت مو ميتة. شو القصة فهموني؟ ستي وقت قلتيلي اني ما بستاهل كون اغا زعلت وتضايقت، ولهيك رحت. قلت يمكن يكون في امل لاقيها. دورت حوالين النهر بس ما لقيتها. بعدين شفت بيت هونيك، قلت يمكن يكون حدا شافها وساعدها. رحت دقيت وسالتن عنها وتفاجأت انه زهرة موجودة جوا. جبتها واجيت لعندك. قولي شو صار معكن؟ هيك ولأني خفت إنكم رح ترجعوا تقتلوني مشان هيك أنا خفت إجي لعندكم. ستي أمي شبك. خير عزت؟ شو لوين ناوي تروح؟ الو عزت، عدنان لقى زهرة واخدها من عند بوران. بعرف ليكن هون. اهدي انتي. ما رح اهدى، ليكني جاي لعندكم فورا. ليكي وعك تجيني وتعملي اي شيء، فهمتي؟ بهالطريقة ما رح نستفيد شيء، بالعكس رح نزيد الطين بلة. لهيك خليكي وانا جاي لعندك، استنيني. الحمد لله على السلامة زهرة، ما بتتخيلي قديش انبسطت انك لساتك عايشة. انا رايح عندي شغل. عزت مو انت اللي قلبت الدنيا وعملت المستحيل كرمال ما تموت زهرة؟ ليك رجعت وبالوقت يلي كنا مفكرينها ماتت. جاي تقلي عندك شغل وبدك تمشي هلا؟ شبنا ستي، شو القصة؟ انت نسيتي العادات وتراجعتي عنا، وهون بهذا البيت ما في كلمة فوق كلام حضرتك ولو؟ زهرة هلا بأيدي أمينة أكيد. اسمع سليمان، زهرة مو ميتة، طلعت لساتها عايشة. شو؟ هلا نجلة بعثت لي رسالة إنه زهرة ما ماتت وهي هلا بالقصر. زهرة بنتي. يا الله لك، رد على تليفونك يا غانم. رد. خلصني بقى، ما فيني ضل انتظرك للصبح. اصبر علي، ما عم برد. طيب انا فيني اتصل برقم غيره لو سمحت؟ ايه لا تطول. شكرا، يخلينا اياكم. قديش كان؟ 8 علق. الو. سامي بيك، معاك رشيد. شو بدك؟ كان بدي اقول لك انا هلا بقسم الشرطه سامي بيك. طيب انتظرني جاي فورا. جاي. خير. لكن زهرة، بنتي زهرة. امي وقفي شوي. بسرعة رفيق يا حبيبي. امي أنا صحيح سامحتك وعفيت عنك، بس العار اللي شوهتي فيه اسم عيلتنا لساته لهلأ موجود. إذا بشوف غلطة تانية منك بعد هاليوم ما رح أسامحك شو ما صار. ومدام هربتي لأنه أنت ما بدك تكوني كنة لعيلتنا، بهالحالة ما رح نعاملك ككنة، رح تعيشي هون بس بالصفة اللي بتستحقيها. زمرد، بهية، حطوا ببالكن من اليوم ورايح ممنوع زهرة تطلع خطوة واحدة برات هذا القصر، وكمان ممنوع تشوف أي حدا، رح تبقى بهديك الأوضة، وإذا بسمع العكس أنتوا اللي رح تتحاسبوا مو هي، وأنا نبهتكن. تعي نبري هون. يا الله زهرة بنتي. أمي وين هي حبيبتي؟ اتركي عدنان يا أغاية، خليني أشوفها، خليني أشوفها بس مرة، لا تنسي قلبك يا أغاية حرام. بوس رجلك. زهرة عن جد عايشة؟ هي غانم دخيلكن، بوس رجليكن، خليني اشوف بنتي زهرة بس مرة واحدة الله يخليك. ميسون زهرة عايشة، بس هي هلا بهي الغرفة، ومرت عمي أمرت إنه ما تحكي مع حدا ولا تشوف حدا. لا غاية عفت عنها، بكفي عرفتي إنها هلا عايشة. سليمان خد أمك وروح يلا. قومي أمي خلاص، خلينا نروح. يلا أمي خلينا نروح. أمي اختي يلا. فاطمة ميري روحي اعطيها دواء بلا ما تمرض، كمان مو ناقصنا بلا ما يصير معها شي ونقعد ناخدها على المشافي. يلا هالبنت ما بيجي من وراها غير المصايب، صارت مثل البلوة فوق راسنا. عايشة يا سليمان، زهرة عايشة، ألف حمد وشكر لك يا رب. الحمد لله. ليكي أمي بعد ما طمنتي على زهرة المفروض تهدي. يلا أمي خلينا نروح. سامحيني يا زهرة، الله يوفقك سامحيني. يلا رفيف امشوا يلا. زهرة شبكي منيحة؟ أنا مقهورة لأنه اشتقت لأمي وأختي كتير يا خالي. يلا تعالي ارتاحي شوي، يلا مبين عليكي تعبانة، تعي خدي دواء ونامي شوي. روقي حبيبتي لا تخافي، لازم تنسي كل شي صار ما هيك؟ وهي لورين خانم سامحتك، المهم هلأ ديري بالك على صحتك، وبالاخر الا ما يجي يوم والخانم يصفى قلبها وتسامحك، وعن قريب رح تخليكي تشوفي امك ان شاء الله. عن جد رح تسمح لي؟ والله المفروض إنه ما تزعليها مشان تسمح لك. وعد خلص أكيد ما رح خليها تزعل مني خالة فاطمة. طمني كيف زهرة هلا؟ يا الله كيف عدنان لقاها؟ عملوا لها شيء؟ حدا حكى معها شيء؟ بركي عدنان حاول انه يقتلها مرة ثانية يا عزت. خلصتي اسئلة ملاك؟ شو صار لك؟ اهدي لجاوبك عليهم. أنا ماني قدرانة اهدى يا عزت، عن جد كثير مرعوبة. زهرة رجعت على القصر وأنت بتعرف شو يعني هذا الشيء، ما رح يتركوها، كيف عرفوا وينها؟ احتمال كبير يكون عدنان لحق خالتي حنان لهنيك، ما في احتمال غير هيك. ليكي عدنان ما راح يقول لحدا انه نحن خبيناها، عم يعمل جهده ليقلب الموضوع لصالحه، يعني هو ما راح يأذي زهرة. وشو بيضمن لك انه هو ما راح يعمل شيء؟ لا انا رايحه لهونيك. لحظة ملك، انت لازم تحاولي تهدي، لانه اذا ضليتي هيك ما راح نوصل لحل. طيب خلص مو لازم اعمل هيك، بعرف اعصابي كثير تعبانة وحاسة حالي راح انهار من الخوف. اسمعي ستي لورين خلص عطت قرارها بالموضوع، ولاني خفت انك تتهوري كالعاده اجيت دغري لعندك، ردة الفعل تبعك ممكن تسبب لها مشاكل نحن بغنى عنها. ملك حاولي بقى انك توثقي فيني شوي، انت ما فيكي تعملي كل شيء لحالك. مين؟ مدير المدرسة. ما راح تردي يعني؟ وكيف بدي روح على المدرسة وأنا بهي الحالة؟ شبكي، شو حكينا من شوي؟ نعم حضرة المدير. ملك خانم، إلي من الصبح وأنا عم حاول أتصل فيك، لازم تيجي على المدرسة فورا. ماشي حضرة المدير، بعد شوي رح كون هنيك. مبسوط؟ مبسوط. يلا خليني وصلك. ملاك فهمي علي، بترجاك اسمعي، حاولي هالمرة تكوني هادية ولا تتسرعي، لازم تتعودي انك تضبطي اعصابك شوي. ايه؟ اهدي. هو ما رح اوعدك بس رح اعمل جهدي. تعي. ما قلت لك؟ شفت شلون؟ حضرة النائب اجا وما تركني، قلت لك بس انت ما صدقتني. اهلين فيك يا حضرة النائب، كنت متأكد انك ما رح تتركني هون لحالي، قد ما كان نحن معرفة قديمة. لا لك يا عيب الشوم، وانا يلي كنت مفكرك بني ادم وبتفهم، وبثقت فيك وامنت واحد مثلك على سر خاص فيني. بس حضرة النائب أنا سكوت سكوت، ما بدي أسمع شي من واحد مراوغ مثلك. كل هالوقت كنت عم تكذب علي بس كرمال المصاري، أخذت زهرة وربيتها وخدعتني كل هالوقت. القصة يا أخي مو مثل ما أنت مفكر، ليك بترجاك إنك تسمعني. وقت أنت طلبت مني رحت ودورت، ما حدا رضي يربيها وقتها. شو كان بدك يعني، زتها بالشارع ولا حطها قدام باب الجامع مثلا؟ لهيك أنا أخذتها وربيتها مثل بنتي وأعز، عاملتها أحسن معاملة. لكن يعني أنا شو عملت لكم؟ شو غلطت؟ خلاص بلا لعي، مفكرني غبي قدامك مو هيك؟ حضرة الشرطي خدوه وزتوه بالحبس. أنت مو كتير عليك تقضيها بالحبس يا عديم الضمير. سليمان؟ شبك شو يعني زهرة ما طلعت عايشة؟ بلا الحمد لله هي عايشة. لكن ليش مبين على وجهكن الزعل هيك؟ لأنه هي محبوسة بالقصر هلا ومانعين حدا يشوفها. المهم إنه أختك طلعت عايشة واطمنت إنها مو ميتة. إذا بتعتبري حياتها هنيك وهي محبوسة إنها عايشة فهي عايشة. طلعي فيني من اليوم ورايح، مثل ما رح يعاملوا زهرة بالقصر هنيك رح تتعاملي انتي هون وبنفس المعاملة. شو عم تحكي انتي؟ ميسون خانم، ما بتقولي لي انتي ولا أمي، أنا اسمي ميسون خانم، عم تفهمي؟ رح خليكي تندمي وتموتي باليوم ألف موتة على الساعة يلي اجيتي فيها لهون، لوقت تنقلعي لحالك من هذا البيت وتريحينا منك ومن شرك. عجبك على اللي صار فينا؟ أمي اليوم بهدلتنا مثل أولاد الصغار. بصراحة هي مانا غلطانة، نحن كمان كذبنا عليها. بتعرفي شو بهي؟ لازم ننبهه لعدنان، ما عاد يتصرف أو يعمل أي شيء تتضايق منه أمي. تفضل. ليش مو زهرة اللي جابت لنا القهوة؟ البنت مريضة بهي خانم، وقلت إنه يعني خليها ترتاح وتنام شوي، حرام. لا تعطيها وش كتير فاطمة، من وقت ما اجت على البيت ما حدا ارتاح من تحت راسها، من اليوم ورايح اوعك تتساهلي معها وما ترحميها بالشغل كله. الو يا امي. ملاك بنتي انشغل بالي عليكي، خير ليش بدهم اياكي بالمدرسة؟ ما بعرف شو بدهم لسه، أنا هلا وصلت رح شوف شو القصة وخبرك. ليش؟ أنتي لهلا لحتى رحتي على المدرسة؟ وليش صوتك هيك بنتي؟ شوفي صاير شي؟ زهرة، عدنان لقى زهرة وأخذها على القصر وما بعرف شو صار. تفضل. مرحبا. ملك خانم، بعرفك مفتش التربية احسان بك. اهلين، تشرفت بمعرفتك. وانا كمان. ملك خانم، وصلتني معلومات انه انت الك فترة غايبة عن المدرسة. صح، مزبوط هالحكي، انجبرت غيب. وحدة من طالباتي أخذوها من المدرسة وزوجوها بالقوة وهي بعمر صغير، وأنا حسيت إنه لازم أتدخل وأعمل شيء. يعني أنت هملتي كل طلابك وقصرتي بكل واجباتك بس مشان تساعدي طالبة وحدة؟ مو هيك، بس هدول الطلاب ما كانوا ممكن يموتوا. مدرسة مثلك أنت وتابعة لوزارة التربية ما فيها تتصرف هيك من راسها وبطريقة غير مسؤولة يا ملك خانم. أنت هون مجرد مدرسة، ما عيناكي مصلحة اجتماعية. أنا مضطر هلأ أفتح معك تحقيق وأعمل كل الإجراءات القانونية، ورح توصل للسلطات العدلية كمان. بس أنا واليوم حضرتك ما رح تقدري تعطي الحصص لطلابك، لأنه نحن مضطرين نوقفك عن التدريس هالفترة، ورح يستمر هذا الوضع هيك لحتى يبين قرار المحكمة. إذا بتقدمي دفاعك بأسرع وقت بيكون أفضل لك. بالمختصر طلاب حضرتك رح نسلمهم هلأ مؤقتاً لمعلمي تاني ملك خانم.